يتوجه هؤلاء لشاطئ سيدي سالم، أين تحول المكان لوجهتهم المفضلة، خاصة هذه الأيام، أين يقضون ساعات من الهدوء وبرفقة سناراتهم. خير من يقعد في الدار، خاطر ما تقعد في الدار ولا تروح القهوة ولا كذا، جينات ولا شيء خير من الدار. أه؟ جينات قصرك في البحر تشري الدودة وكون جاعنا نحن على الحوت ولا حاجة، هاو نروحوا نشريوا الحوت خير من نصيدوا. وعلى حتى نصيد انا الدود اللي نشريه من هنا اني نشريه ب 200 الف و 100 الف قسطو بركه. في رمضان هي خويا هوايه تاع الصيد هذه، في رمضان ولا مش في رمضان ديما حبي يقول هوايه تاع الصيد هذه راهي ديما، بصح في رمضان عندها نكهه خاصه، انك تجي هنا تسبح بينك وبين روحك، عباده كما نقولوا احنا، عاده وعباده. لا شيء أكبر من قيمة الجلوس بهذا المكان، هو ما يكتشفه كل من يجالس البحر ويستأنس بصوت أمواجه الهادئة، والصيد بالسنارة حكاية عشق أخرى. العبد كي يعود حاكم البحر كما هكا، راهي الدنيا ما فيها، يخطر كل المشاكل، لا شاف لا عنده مشاكل في الدار لا البرة لا مكان حتى شيء، مام حتى من جيران هارب العبد، مالقرية ما الناس ملاح وما كان حتى مشكل معاهم. بصح العبد يهرب خير، عبالك يجيب النهار تاعو تاع هنا رمضان يجيبو كم، حتى في الفطار انا حكمت الحوت ها كملت، اديت الوليدات كلاو كعبات حوت ولا عطيت الاحباب، ما حكمتش عقبت وقيت وروحت، يعني نعمه من عند رب العالمين، هذا رزق من عند رب. طبعا طبعا والله الوقت ما تحس به فعلا، الوقت والله ما تحس به فعلا، الوقت 6 سوايع ولا 7 سوايع تعدي يا رب يدمر. توات في الدار جيب هذيك دي هذيك جيب هذيك مالا اخويا الهربة خير، الهربة تمنى الهربة تمنى. وجي هنا الشيء اللي كتب ربي وجي هنا. كل وسبب توجهه لهذا المكان، لكن الجميع يتفق أن الساعات به تمضي كالدقائق، أين يخضع عشاق البحر والصيد بأجواء جد هادئة بعيدا عن ضوضاء وصخب المدينة.